هذا المرحوم. هذا المرحوم. وش جه انت اخويا؟ صاحبه. صاحبك؟ صاحبي سفيان. واخويا في نفس الوقت. تربينا كيف كيف وقرينا كيف كيف. وش نقول لك خويا سفيان الله يرحمك ان شاء الله يكون اهل الجنة والله يرحم الجميع ان شاء الله. وربي يصبر مواليها ان شاء الله. صدمة كانت. صدمة كبيرة كانت لي. ما راحش ننساك خويا حتى نلحقك ان شاء الله. وربي يرحمك ويكون من اهل الجنة ان شاء الله هو وجميع اللي كانوا شهداء معه. والله يصبر مواليه. هذا ما كان ندعو لك بالرحمة خويا. دوكا جلول راهو مفخرة الدوار ديالك. الدوار تاعنا مفخرة ونفتخروا به و شهيد ترفدوا راسكم. شهيد نرفدوا راسنا ونرفدوه هو والعائلة تاعو. أي حاجة تخصهم رانا أنا. باباه أنا وليد وضعك. وهو بابا الثاني. وربي يحفظه. ويعطيه ما تتمنى إن شاء الله. وهو ربي يجعله إن شاء الله من أهل الجنة ويصبرك أنت تانيك. صبرت أنا العائلة تاعو بصح أنت تانيك راك من العائلة ديالو. من العائلة ديالو. ربي يصبرك. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.